فاول شغله نحن بدنا نبلش بالباكرون، لا يعني اول الفصل، فاول شغله بدنا نسويها هي الطريقه الصحيحه لانه نبلش شغل. يعني مثلا مثل العاده كنا طلاب بدكم كلياتكم، نجي اول يوم باعطاء المشروع انا بحضر بس كمان اتعتقد ليك، وانا بحكي هلا حكي موت لازم اعمل كليه، انتبهوا في شغلات حكي حتنصدموا فيها، انا بحضر كمان اتعتقد يعني بقعد بسمع هيك، ما بعتمد على الشيء اللي عم يعطوني اياه الاساتذه، انا باخذ فكره عامه بس. طبعا يعني كثر خيرهم زملائنا هن، واحد مصري يعني، بس اخي الناس امكانيات. يعني كان مفروض انه انتم وقت تبلشوا المشروع ينعطاكم شيء محفز ادرينالين، يعني يكون عرض المشروع الامثله تنحط شيء يحفزكم. انا يعني والله لازم طلع بس عليكم شو هذا؟ هلا هيك انا مليت، لك انا مليت، شو يعني؟ بغض نظر عن اسلوب الاعطاء، بغض نظر عن طريقه الاعطاء، بغض نظر عن سلايدات، بغض نظر عن الملل، بغض نظر عن كل شيء. شو هذا؟ وين الاكسايتمنت؟ ما في اكسايتمنت، ما في تحفيز. طب انا شلون بتحفز؟ بالشيء اللي انا بحبه. هل ضروري الشيء اللي انا بحبه يكون مثل رفقاتي او مثل الكليه او الاساتذه؟ لا. اذا انا بحضر باخذ ملاحظات اللي انا كطالب صعب علي اني احصل، صعب بس مو مستحيل. وشو بعمل انا بالبيت؟ بجمع هالملاحظات من كل ملاحظه، انت قعدتك ساعتين ثلاث ساعات بجوز استفيد 10 دقائق. بكتب هالكم شغله هدول وبرجع على البيت بشوف عم رايي، بس اهم شغله حاولوا تصيدوها منهم هي شو اسم المشروع بالانجليزي. احنا بنشوف اسم المشروع بالانجليزي وقعدنا حضرنا المحاضره الممله، ممكن تاخذوا بشكل عام التوجيهات العامه، يعني اذا في ارض معينه للمشروع مرسومه قدامكم، اذا في ارض شو بنقول لكم مثلا هون، لا مثلا بمشروع مثلا المدرسه هون لا تحطوا، هلا انت سنه شو؟ رابعة انت؟ ثالثة ثاني لغز ثاني يعني ثاني حلو كثير، انتم بأوائل المراحل عظيم، إذا هلا مشروع المدرسة أكيد مر عليكم أو حيمر عليكم. مثلا بقول لك هون على الجنينة مثلا حط صفوف، هون مثلا على الشارع لا تحط صفوف، هون مثلا مدخل مشروع يكون حصرا من الجنب. في متطلبات هلا هي مو على كيفهم هن عم يعملوا لكم سيميوليشن، هو على كيفهم بس يعني هم عم يعملوا لكم سيميوليشن، إنه أنا على الواقع بجيك عميل أو زبون، هذا زبون اخي له مخ، لك انا بفوت من هون بيطلع من هون، ما حشرب انا هون بفوت انا بطلع من هون، عمل لي مشروع على اساس، فما تتضايقوا من كثر المواصفات الفنيه الاوفر اللي حطوها عليكم، هذا الواقع، والواقع اضرب من هيك. الزباين العن من هيك، يا ريت انا هلا بتمنى لسه ما يجيني زبون دكتور جامعه او استاذ جامعه او حدا هيك فهمان. لا تقدر، بيجيني دكتور طبيب وي. هذا الزلمه دفيه بس ما فهمان شيء من الدنيا غير الكتاب تبعه، هذا شو ارقى درجات المجتمع، فانتم عم تتعاملوا مع ارقى شيء بالمجتمع، هذول رغم كل شيء ما عجبكم فيهم بس يعتبروا ارقى فئات المجتمع، نحكي بصراحه. تعالوا اجيك المتعهدين حيبان لي شو بصير فيكم؟ على الساعه اللي فتنا فيها الفرع وعلي عن جد بصراحه، فشو ما تغارزوا عليكم تحملوا، والشطاره مو انكم تجدوا هيكم على شطارة كنت أقنعوا هيكم. طب اجينا رجعنا على البيت، طبعا ما بنفتح شيء، نحط راسنا نتصفر ناكل بعدين نحط راسنا وننام، لا ثاني يوم شو بنعمل؟ ننتهى للماده الثانيه، ثالث يوم رابع يوم بننسى شو هذا الشيء غلط. التحمس في نفس اليوم ترجع تظبط امورك تلغي طلعاتك خاصه اذا كان يوم خميس، شو بتساوي؟ رابط تشتغل. هلا بدنا نقعد نشتغل، شو بدنا نعمل هلا؟ هي ازنخ فتره بالمشروع. يعني بتتمنى هيك تطلع اخي، تصير حريقه تحت تنزل تطفيها، جارك يصرخ روح تساعده، بس ما بدك تشتغل اخي اي شيء. وين بدك تروح؟ وين بدك تبلش؟ انا حختصر عليكم الطريق، انتم ما اخذتوا اسم المشروع بالانجليزي؟ حلو كثير، هذا بس بدي اياه. تكتبوا على جوجل، تكتب جنبه ارك مصطلحات لازم. وانا معروف عارف يعني. بس حكيت لنا عنه بس الله يعني عليكم. هلا هاد فيه ميزه انه فيه 3D فيه بلانز. لاحظوا شغله ثانيه انه في له اكثر عدد فولورز
من أكثر من أي منصة ثانية. إذا مرجعيته شو؟ أوفيشال أكاونت. السوشيال ميديا حساباته أوفيشال. بتبقوا منيح من هالفترة، طبعاً هو مو الوحيد يعني في غيره. بس هذا أخذ أكثر شيء فولورز وأكثر شيء أوفيشال. و 70% حتلاقوا الإخوان أوف بس 70% بس مع الأسف مو كل الشباب. لانه كثير صعب كثير صعب انه اذا كنت تعمل سبمشن لمشروع اذا انتم تخططوا المرحله كثير صعب انهم يقبلوا. عم يجيهم بلاوي وعم يرفضوا. ليش؟ بدهم كواليتي نوت كوانتيتي، بدهم النوعيه مو العدد. ما بهمنا والله عندنا 2000 3000 مشروع، ما بهمنا. عندنا 1000 مشروع ما بتلاقيه بخدموك. لذلك بيقصروا بالمصائب فهي الفكرة الأساسية عن الباقي. شو في عندنا مثلا مواقع ثانية ممكن تساعدنا؟ هذول أشهر شيء. ديزاين بوم. ديزاين بوم هذا مو بس عمارة، الأركيد بس عمارة أركيتكشر، في مواد بناء. هارت عمارة وجرافيك ديزاين وآرت ومواد بناء وجادجتس منتجات كل شيء بتلاقوا عليه. فهذا كبيز اوسع من هذا بس هذا اختصاص عماره. هذا مو بس عماره بس في سكشن كثير للعماره. اذا في عندي 3 دي مصائد احيانا ايه احيانا لا. احيانا ما بتلاقوا مصائد. كفولورز كمان نفس الشيء اوفيشال بس ما له كثير فولورز. يعني مو معه كثير يعني مثلا اذا هذا مليون ونص هذاك مليون ونص. هيك الفرق بس في ملايين فرق. شو في عندنا كمان؟ ما بدي اشوف شو بتعرف؟ بنترست بنترست حكينا عليه مو غلط بنترست يعني اخي هي العصر الجديد على ايامنا ما كان مو بشروط ايام كون هلا اخي كل جيل له فاسته مو هيك؟ بتعرفوا انه على بنترست في عندكم اكونت للار دي للديزاين فولو فورا ولا بتفكر وفيكم تشوفوا عدد الفولورز كمان على بنترست كمان نفس الموضوع تماما نفس الموضوع. في عندنا كمان شغله ثانيه شو اسمه؟ فانتوم هي مجله ديزين ماجازين هي بتعرفوا انه في لهم لقطات لمشاريع زي حديد مو موجوده على موقع زي حديد نفسه. انا زرعتي لقطات منهم كثير. دي زي ماجازين في 3 دي مصائب. يا دوب تلاقي اذا كنت كثير محظوظ. ما له اوفيشال. ما له كثير. ناخذ بس لقطات منظورية؟ هدول بس لقطات منظورية بس بيعطوك مثل ريفرنس بيعطوك مثل مرجع لأي شيء يعني جماعة في عندهم سفر يعني مثلا زاح حديد في لهم مثلا سبيل المثال أحد مباني زاح حديد عرفوها بجزيرة السعديات البرفورمانس ارت سنتر سمعانين عنهم؟ لو ما لها توب تنك رجعتهم بس أنا ما لي حاسس الفكرة انه هذا المبنى على موقع زاي حديد نفسه في له صور مرندره في كم مسقط يعني هو صور كثير صغيره. هذا المبنى نفسه هو وثلاث مباني ثانيه بقلب جزيره السعديه. في عندكم مبنى في عندكم متحف جوجنهايم الافرانج هذه كله هيك قطع مخبصه. في عندكم معرض المدينه القديمه عباره عن قبه ضخمه وفي بقلبها مدينه قديمه هي يعني كلها معرض تحت هي لجان نوبل. هدول ثلاث مشاريع على الجزيرة هاي مشروع كمان سكني سياحي عملوا له معرض معرض بالخليج دول الخليج ما يمكن دبي أبو ظبي ما أتذكر أي مدينة بالضبط بس الفكرة إنه عملوا هنيك معرض وحضروا العالم وفي ناس صورت من المعرض. هلا الصور اللي انحطت بالمعرض مو نازلة على موقع زاحي. شفتوا مبنى هذا اللي عملته أنا تبع زاحي بفرنس أنسيتر على الشانل على اليوتيوب؟ بتعرفوا انه في مصائد وفي طبعا مو شرف يعني بس في مصائد وفي لقطات داخليه
احذروا من الخطاف من الماكيت يلي مصور بهذا المعرض المحطوط على هذا الموقع. ولا انا ما فهمته من جوا شلون بفهم ما رحتوا له مبنى هلا معمر بس انتم بتفوتوا له. واحدة من القرابين راحت لدبي وفاتت وشافته يعني بتفوت يعني جوا ما له علاقه برا عباره عن ممرات ممر بياخذك لهون ممر بياخذك لهون قالت لي ما بتفهم شيء بقول لك روح من روح ما لك فهمان شيء هي مهندسه عماره قالت بتوصل على قاعه مسرح طبعا مو اكبر قاعه مسرح حنا نفوت على اصغر وحده فاتوا مدري شو كانوا وغالي غالي يعني فتنا عليها قعدنا اي والله فعلا المسرح بجنه مثل ما محطوط بالصور بس ما فهمنا شيء من المبنى فهذا موقع كثير معروف تمام حطوه ببالكم انه كثير مفيد. ارت ديلي ديزاين بوم ديزاين ماجازين شو ممكن كمان هذا شو في حدا ببالكم في شيء اسمه طب يا استاذ انا ماني حافظ الاسماء هي انا ماني حافظ المواقع كمان انا انجليزيتي شوي ضعيفه يا ابو ضعيفه احيانا في ابنيه ما بتنقبل على ارت ديلي مثلا بلاقيها على الديزاين بوم احيانا لا هون ولا بلاقيها هون طب في مواقع جديده هلا عم تطلع انا شو اعمل بحالي مالك غير عمو جوجل. عمو جوجل شو بيعمل؟ بدك تعمل سيرش على تير معين لاي مبنى بيعطيك صور لهي المبنى تكبس على الصوره تكبس على اللينك على الرابط بياخذك على موقع ثاني من هذا الموقع شو بتعمل؟ بتاخذ اسم المشروع ترجع على الارت ديلي وبتعمل سيرش عليه على الديزاين بوم بتعمل سيرش جوز تلاقيه غير اسمه صارت معك شو تذكروا اجت فترة رح بحط لكم يمكن موعد ولا ما بعرف على الجروب وقتها صرت ساعدكم بالتصميم والتخطيط اجت الفترة هي فحط لرفقاتكم صور لسيرش جوجل او مثلا بدنا مثلا استاذ فيك تعطينا افكار لمبنى مثلا قاعة مؤتمرات مثلا اكتب قاعة مؤتمرات اطلع لي صور جيب اسم المشروع احيانا طبعا من جوجل هلا احيانا بيكون اسم المشروع بلغه ايطاليه موقع ايطالي عمو جوجل ترانزليت بتنسخ الاسم بتاخذه على جوجل ترانزليت بتترجمه بترجع تعمل سيرش مره ثانيه فيه بتلاقي مبنى بيعمل في شغله انا عم بعملها رفيقك بعت لك صوره بعت صوره رفيقك هذا المبنى هذا كذا بدنا اسمه شلون بلاقي اسمه انا؟ جوجل ايمج سيرش سمعني فيه؟ تحط الصورة تدور إلا ما بعرف برنامج هي ولا قلب الموضوع على جوجل نفسه لو أنا سيرش جوجل لو جوجل إيميج سيرش مع الأسف صار اسمه جوجل لينز صار بده في دامت بده يشتغل بي ام فبتشغل بي ام يا بتكتب جوجل لينكس يا بتكتب جوجل ام اس اتش اول رابط تفوت عليه هو بيفتح بتحط ابلود للصوره بتختار الكاميرا بتحط ابلود للصوره بتختار الصوره بتقول له اوكي بقول لك ايرور 403 شغل بي ام بيفتح العمى والله كان شغال ايام كنت طالب كان شغال من دروب ما كان اسمه جوجل هيلز كان جوجل هيلز كان شغال بيج بي ام تمام هيك حظنا شو بدنا نعمل؟ ايش طيب اذا لاحظوا شغله انا ما تحكم افتح من الوقت تبعتوا مثلا شو بنقول هني؟ افتح نوفل مو غلط انا اعتزت كم مره نوفل بس بعدين اكتشفت طريقه ما حاول اسهل طريقه العن انا ما عم دور على مشاريع امثله مشابهه جيب مثال مشابه بلش مشروع ده يا استاذ شو الحكي هذا جيب مثال مشروع حبيته متوفر منه مصاعب وبلش منه كيف يعني استاذ ما فهمنا عليك تنشر مشروع لا بلش منه لهذا المشروع بلش جيب مساطر حطهم هيك بدي اعمل نفس الكتابه هي هون بدي ساوي هي هون هلا ببقوا على الارض تبعي
شوف بقى شو هذا المدخل لازم يفتح لهون، هذا لازم هذا باخذ هالكتله تبع المصعد ممكن احركها لهون. هون مثلا عاملين اتريوم، هون جوجل ترانسليت ترجموا كل اسماء الفراغات. هن عاده شو بيعملوا؟ بحطوا لكم هيك نقط 1 2 3 4 بحطوا لكم هون 1 2 3 4 هون مثلا هون مثلا ليفينغ روم وهكذا. في هيك ونادرين كثير هدول تلاقون يا على ديزاين هون يا على ديزاين مجازين، بيكون ما كثير ملتزمين بالستاندرد، بيكون لك اسماء فراغات بقلب الفراغ وبالبرازيلي. صار كثير محل بدك تقرا وتخش شوي ماشي. بعد ما ناخذ اسماء الفراغات نفهم هذا البني ادم كيف فكر بهالحلقه كيف سوا وببني مشروع يعني بلبي الموقع اللي اعطوني اياه بالكليه عليه وبلبق الفكرة المعمار تبع ريلي هلا عنها. طب يا استاذ في عندنا مشكلة، أنا قريت أسماء فراغات بس أنا ما عم بحسن أحساب المشروع، حاسه ضايع في فرش في عد، حاسه عم تسقط معجون كمان، خاصة إذا عندكم شيء كثير مثلا مشروع مثلا إداري مبنى إداري مع فندق مع صار منتجع سياحي ضايع خلاص سخيف مشفى يا لطيف. إذا أنا بضطر أحيانا إني أرجع لورقة المشروع، ورقة المشروع شو بيعملوا فيكم؟ شو بيعطوكم؟ بيعطوكم اسم الفراغ أي سبيس مثلا اللي هي شو ما كانت، بيعطوكم هذا الرقم مساحة 100 متر مربع، بيعطوكم سبيس ثاني فراغ ثاني مساحة 70-75 متر مربع، يعني بهو قاعة اجتماع مفهوم كذا كذا كذا، شو بيعطوكم؟ هلا شو بتعملوا يا شاطرين؟ بتجيبوا قبل ما نرسم شايفين هذا الرقم 100؟ شو جذر ال 100؟ هو رقم انا بضربه بنفسه بيطلع معي هون معروف يعني 10 ضرب 10 شو جذر 75؟ على الموبايل تكتب رقم تكتب إشارة الجذر، في حدا ما بيعرفها؟ بيطلع معي مثلا رقم ضرب رقم متر مربع. إذا أنا حولت المساحات لمربعات هلا شو بساوي؟ بجيب كرتونة كانسون صغيرة قد ما فيكم جيبوها نوعيتها منيحة تكون سميكة. بتجيبوا كرتون نص ملي اريح ما بنص بنص ما بشي نص ملي وموجود حلو كثير وسميك بيعطيكم سماك. برسم كل هالفراغ هاي سبيس وهاي سبيس مثلا هون وهاي هاي اللي مثلا اللي هو 1 مثلا بكتب عليها هاي مثلا 100 ضرب 20 متر هي 10 ضرب 10 متر مربع اكيد هون مثلا مدري شو ضرب مدري شو متر مربع شو بساوي فيهم هدول؟ بطبع المشروع اللي كنت انا لاطشه بحطه تحت بجيب هدول بلبهم فوق بحاول اجيب نفس العلاقه بين الفراغات يعني مثلا فتت بهو دخول موزع فراغ 2 3 4 جيب بهو دخول موزع فراغ 2 3 4 مثل تركيبهم تمام ولكن بمساحات الخاصة الكتلة عندهم مثلا كانت هيك مثلا صارت انا عندي هيك مثلا على سبيل المثال صار عندنا تجمع فراغات هون صغيرة هدول كلياتهم شو مربعات يعني استاذ انا هلا مثلا فيني بعد ما حطيتهم هيك بشكل عشوائي مو عشوائي يعني من فوق بعض بعدين بقى شو بلش انا بلش نخلق بيناتهم شو ممرات صحيح هذا الحكي على شو بعمله نزل على السوق اشتري ورقه ملي مثلي لا ما بشتغل
بنزل على السوق اشتري دفتر رسم، تعرف دفتر رسم تبع الاولاد؟ بس مو دفتر رسم تبع الاولاد، تبع الكبار، الكبار شو دفتر رسم؟ بعرف قال بس بستعين. دفتر رسم بس ورق زبده. وبدور على واحد الكرتونه هي تبع الصوره هي هي مالها طعم، شو بتكون مرسوم عليها؟ ورقه مليمترية. بمسك الورقه المليمترية هي محطوطه فوق، بفتح الدفتر، شق ورقه زبده. سكر الدفتر، بحط ورقة الزبدة فوق الدفتر تمام، مو انتوا وقت شقيتوها عند السلك بيطلع هيك شغلات صغيرة، هي شغلات صغيرة هي حسبتوا على السلك فوق. حسيت ما ناسبها كثير وضع اخي بجيب الزيتين ورق، الزيت ورق عرفتوا؟ جيبوا لزقوه على الطرف. شو صار عندك هلا؟ صار عندك مساحة رسم من دون مسطرة. ليش يا استاذ؟ شو كثير صعبة؟ أولا خلصت من المسطرة عادية صغيرة. ما في معنى تستعمل وصلت 15 سم، ما في معنى لانه ما بطلع مرسوم بيها. شوي شوي ايدك بتاخذ. ثاني شغله خلصتوا من التي والمثلث وانتوا قدكم تماما. فهلا خلص ما بقى. طيب يا استاذ هذا الحكي ليش انا بدي اياه؟ عشان ترتب هدول. طيب رتبته صار عندي مسقط، انتبهوا شو صار. مسقط على سكيل. انت هدول على مسقط قصته؟ عسكير اللي طالبين هم لا عسكير واحد لميتين عشان لسه معك مشوار واحد لميتين بتقصون ترسموهم تقصون على هذا السكير يعني سوري منكم كرتون اخي مره اقعد ارسم تعال بس مره كثير تنبل تعرف على الكمبيوتر ضاع الشبكه على ذوك كله عم ضاع لي على ويب كامسون وبإيدها علمونا هيك بقلم سكتش واكتب اسمائهم وقصوا بالنص. شوف التمبلة وين كنت توصل، بس التمبلة أحيانا منيحة بتعطينا حلول عبقرية لمشاكل مادة وتوفر علينا وقت. مو غلط إنك تكون تمبل، بس الغلط إنه تخلي تمبلتك تحكم. أما إذا تمبلتك عم تخليك تأدى مو غلط خليك تمبل. اختراعات ليش طلعت؟ من التمبلة تمام؟ بس أنت سمعت تفضل كيف نرجع من احنا جذرناهم صار مساحات غير عن كيف نرجع مساحات بس ما بسمع بيضلوا هيك ايه هلا انت عندك مثلا مساحة متر 100 متر مربع اذا انا بقول 10 ب 10 مو يعني المضاربة بيطلع 100 مفهوم طيب اذا انا بدي يا الفراغ مستطيل شو بعمل؟ اذا بدي اياه مستطيل اي متر من هون حبه تحت هلا ليكو بيطلع اختلاف بسيط بالفواصل بس مو مشكله ما حدا حيمسك وراك مسطره ورقه رئيس انت شو عملناها لا ما عليك عليك وراك بس في شيء اسمه كومن سنس انا بيجي لعندي طالب طلع صار لي كم سنه حفظنا منه ورفنا منه طلع هيك مو عسكري في مره شو طالب تحلف بدي نص قلت له هذا مو عسكري بلا استاذ تبعته عسكري وكذا هي واثقه مني بالشرطه تبع المكتب انه الزلمه ما خذلها طبعا على الاقل عسكري هي طالبه سنه ثانيه ما بتعرف ساعتها يعني هو ساكن اول مو عسكري لا عسكري هاتوا مسطره وش استاذ مين اللي فرقت لمين اللي مين اللي هون مين اللي مين اللي مين اللي مين اللي صار 2 3 سم صار بس اعتبروا كثير مهم بعد ما بتوزعوهم للمربعات حبيت مثلا فراغ مكتوب مثل ما بدكم بتقيم بتقص متر من هون بتضيفهم هلا شو بتعملوا انتوا؟ عندكم يا 10 10 اخي قسموا بايدك على المسطرة 10 مربعات قيم خمسه من فوق حطهم ما هن المربعات نفسهم بس ارجع عيد ترتيبهم وبلا رياضيات ولا كلها اخي ممكن عم بحب الرياضيات بلا مؤاخذه ممكن عم بحب الجمع الطرف وانتوا ما في اشطر منكم بالتربوت خلص مو بدك تشتغل ملي ضج ضج بركي طلع رقم غلط يا اخي سوي معنا بسط الامور خلي تفكيرك نظري مو نظري يعني انه خلي تفكيرك منطق ملموس ولا تخليه كثير مو ملموس فهمتوا علي؟ طيب خلصنا ليش ساعدوا؟ الربح الثلاث ورقة اللي فيها بعد ما رتبناهم وحطيناهم شو بنعمل هلا يا شطور؟ لقينا تركيبة مصر على كيف كيفك يا زلمة حطينا لك الفراغات كلها ووزعناها ان القاعه هي زحناها شوي لا هون بدي ممر يجي هون لا هي كذا هون الممر عنده الرايه للاخر سويت نفس الشيء هون ما زبطت معي طلعت انا شو عم بحرك وين؟ مربعات مكعبات مثل الورق الصغيره
فرقه من الكهرباء نفس الشيء. بعد ما خلصنا شو بنعمل؟ بخرنا فيكساتور خلينا ما حيتسبب نحط ورقه زبده فوق الدفتر تمام شو بنعمل؟ بشوف لقينا مرصاص ناعم صار عندي مرصاص هلا باخذه على جنب بغمق خطوطه وبشتغل هلا معلش انا سوري منكم عم ضل فوت لشغلات كثير تافهه بس هي شغلات جدا مهمه وما حدا بيحكي عنها شو اللي عم تشتغل فيها؟ يعني ترجعنا للسنه الاولى شو اللي عم تشتغل فيها؟ شو علمكم كثير؟ شو اهم انا؟ قلم 2 مللي قلم رصاص 2 مللي في معيد ما بيصلح فيه؟ عمكم شفتوا معيد ما بيصلح فيه؟ انا هو الاثنين What is this? How can I read this? شو هذا؟ شباب ما بدنا هذا الحكي الله يطلع عليكم هذا قلم بالذات مسكوا وهيك شغلة ما بدنا شو بدنا قلم نحن؟ قلم واحد بوز 0.5 بوز كيف يعني بوز؟ مش تعبير؟ لا برواز 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 بروح ما بدي اشوف الام هي العاديه الطلبات صغار كلها هي تخلوا لماتك تظلوا تخلصوا منها شوف بس هذا الوقت وحلو شو عم بدي؟ لك بصوا لي نحكي هلا تحول هسه مظلمه لقيناها هدول للتهشيل والتصليب ولا الشباب المدرسه الله يرضى عليك بتجيب قلمين قلم تقيل وظريف وغالي للبيت حبيبي ما بتحلم تطلعه برا البيت وقلم زباله اللي عايف حاله اللي اخوك عن اخوك وردانه عن ما شاء الله عندها ثلاث اخوات عماره وابوك كان قبله مهندس شو زاد قلم هذا هاد بتروح فيه على الكليه هاد ضاع ما بتبكي عليه ضاع لا تبكي جيب غيره بس مو جيب هذا واحد جيب اسوء واحد عشان كل ما حدا استعار منك يندم على الساعه اللي قلتها والله كنت اعمل هيك صدقوني كنت اعمل هيك عندي كان محايه باستل اصليه بالبيت على الجامعة الله وكيلكم محاية عندي اياها من صف خامس والله العظيم من كم كذا بقفة وسخة وبتحمر وبتشحن غير هيك استعمل المحاية بجيب وحدة بس هي عطوها محاية عادية هاي تمحوا فيها شو؟ الأخطاء المعدة تبعكم الأخطاء البسيطة يعني هي إيدكم ووجهكم فعليا شلون ما بياخذ بياكل صنيشة شاورما شو بيجي معها؟ مايونيز تاكل مايونيز؟ لا على طول بتاكل؟ لا 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 أنا مصاص هو صندوش الشاورما شو المايونيز تبعنا؟ قلم المحاية قلم المحاية هذا ايدك ورجلك هي ايدك وهذاك رجلك ترسم بايدك خذ رجلك ما في مشاكل الله يرضى عليك قلم 0.5 وقلم المحاية ليش؟ انت رسمت خط تمشي الخط بس بتقصهم شحاويط شقيت الوضع تاع الزبده الله يسامحنا على عمك شو ماشي نرسم هيك ما حنحطها على الفيديو شايفين السحبه؟ انتوا ليكوا بتفكروا انه رسم على اللوح سهل؟ لا شيلوا المزح، رسم على اللوح انا اول ما درست صح انصعفت وبهلت شحت من عند الطلاب وبس لك شو هذا؟ بس اللي ساعدني انه ايدي انا بالقلم ايدي على اللوح قوية، تمام ايدي على الورق قوية هذا الشيء اللي ساعدني لو لا شو اللي دربني على المستقبل؟ انتوا ما عم ترسموا على ورق الزبده تبع التنابل اللي تحته هذا الورقه النيمتريه مو عم ترسموا انتوا كثير تنابل قتل بالكم مصدر ال 15 سم ما مستعد ارسمها عم برسم هيك من شايف الخط على قدامي عم برسم هو بدي شو صار فيني انا؟ تصليح 2 3 4 5 6 2 3 شو صار فيني انا؟ صارت ايدي هيك تمام
صار أسرع. صارت عيني بتشوف الصمت بالمنام. طلع هيك صمت. هذا الباب فتحته غلط، هذا فتحته ثلاث سنين. صرت بقدر المساحة، بتعرف هذا الحكي شو عمل فيني اخش بالقرف احسن وطني؟ شو رسمت؟ قلم رصاص 0.5، قلم تحبير مو تحبير. قلم سكتش تبع سيديات. هون عم بسمع صورة سيدي، على فكرة عندي ثلاث سيديات. في بوستين، بوز سنيكر وبوز. حوريكم تحت صورة اللي تبعت. تخيلوا انا اول انا عملت قدام تحت صورة مرتين، اثنيناتهم نجحت فيهم، بس اول مرة قدمت طايش جايب معي من سته حالي سنه خامسه جايب معي من سته التيك والالام والوان الالفا شو ليه شفت العالم شو عم يعملوا صار من قبل هلا لقيتنا الشغله مسخره بالمره قاعده شو جبت معي؟ قلم رصاص 0.5 قلم محايل قلم السكتش وجبت معي ثلاث اقلام فضي فاتح كثير فضي اقمق فضي غامق من علامة السوبر زفت لتالت علامة الكلية من علامة السوبر زفت لتالت علامة الكلية وبزقب وشي إذا في مقص كان عندنا مشروع مسبح ثلاث مسابح صارت صارت مغلقة ثلاث مسابح ولا مسبح مقص صار بتعرفوا شو عملت؟ جبت معي مسبح 15 سنة شغلت مسبح 15 سنة قسمت فيها حدود الأرض مسطات ال 15 سم لا ترى هذا بس خمر شيء انه انا هون الرينج تبعي لازم ما اطلع عنه بس يلا يا فرش بيدي اذا بوريكم الصورة محطوط فرش بيدي ليش؟ انا شو بساعد بعد ما ارسم المسار؟ الحيط برسمه بسماكة واحدة لان انا مستقر فاصل خمسة طيب حلو كثير وال بعد ما رسمنا المسار بقالوا مستقر فاصل خمسة شو بنساوي فيه بعدين؟ بنصلح مو هيك؟ يلا يا ابي على التصليح لا حبيبي عود تمام بتجيب انا السكتش يا ابو بوستين بوز ضيق او بوز عريضه هذا بتجيب مثل صابش الشاورما شو ما صح لك اشتري وحده سعره مو كثير غالي مقارنة مع غيره مع الدكتور البين بين 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 مو كثير غالي جيب قد ما فيك منه قد ما فيك اشتري هلا لانه بعدين حيروح وبيعيش عمره طبعا طيب شو بتساوي؟ الجدار الداخلي بترسمه بتغمقه فوق بايدك هيك بالبوزة الضيقة وجدار الخارجي شو بتغمقه؟ بوزة عالية بس يا استاذ حياة سكيل واحد 200 بوزة العريضة عم تعطينا احيانا 50 سم سماكة شو بتكلفها بس العيد الخط بس عيد هيك شو بتكلفها؟ ولا شيء قلم سكتش وهذا ما شاء الله بيخدق خلق مثل النهر يعني بس شيء انه حطه فورا بنشره ما تعيد خطه وشو عريضة ليش عريضة مشان ما تكون دقيقة كثير بس تمشي مو تمشي فورا جيت سويت المسقط حبرته بتمحي الرصاص بالمحاية الدبة هي الكبيرة بعد كل شيء بيطلع ورقة زبدة بيضة بيضة من النقعة بس انا بروح كل التشحيل وكل كله بروح هذا بيطلع مسقط نظيف يلا هات يا ابي اسماء الفراغات اكتب حمام اوضه نوم اوضه قعده بهو عيب عيب تشتري مسطرة فرش واحد ل200 تشتري مسطرة فرش واحد ل100 اوه تشتري مسطرة فرش واحد هذول دائما موجودين ما بتطلع ولا ما بتشتري ثنتين واحدة منيحة على البيت واحدة زبالة مكسورة مطوقة بالكلية مشان شو ما نسرقت او ما تزعل عليها شباب بعرف شغلة معدة انا اول سنة كرهت حياتي ثاني سنة حبيتها ثالث سنة عشقت حياتي رابع سنة ما بدي اياها كل تصوير سوري من هالكلمة اسمه دونكي وورك يلا من اول حق لاخر يلا يا طح يلا المصليحة. ان شاء الله اول تصليحه الانطباع الاول ضروري الحب اذا مو اول نظره ما عم بحكي
انت تقدم تصليح تاعك المعيد او المعيده هذه بيحبوا شغله يعملوا على الله من اول مره بعيونهم ولا مو في ناس بلسانه في ناس بعيونهم خلص اللي صار من هنا اول محاضره اول تصليح الانطباع ضروري جدا كنت رفعتكم شو حيجوا؟ ما حيجوا شغل اصلا واذا حدا جاب شغل شو بيعمل؟ شخطين ثلاثه بس انت شو جاي حبيبي؟ جاي مصائد كامله عسكيل محبره مفروشه شو مفروش استاذ؟ تروح تشتري قلم تحديث بطاسه واحد عم صرت الفرش فشو كمان تحديث؟ اي كمان خربطت معي اول تصليح شو روح هذا الكلام اول مره حيكلفكم 4 ساعات ثاني مره 4 ساعات ثالث مره 5 ساعات ليه حتمل رابع مره 6 ساعات كثير حتمل مره رقم 15 ساعه مره رقم 35 ساعه يعني 6 ساعات 9 ساعة بعدين عيارة طبيب التصليحة معي كان 3 ساعة أنا أقضي وقت على التفكير بالمصعد والحل الكتلي آخر همي طبيب التصليحة قد ما شخبر المعيد على التصليحة بعد فينا كم بعمل غيرها 3 ساعة شخبر شو بنعمل بعدين بالمشاريع المعقدة شو نساوي بالفراغة بتعرفوا الألوان الخشب رأيك صحيح؟ بتجيبهم وبتشخبر ورا بتجيبهم وبتشخبر ورا شو ورا التحضير تبعك بتلون الفراغات وانواعهم اذا عندك مسبح عندي انا جاف نظيف عندي جاف وسخ عندي مبلول نظيف عندي مبلول وسخ عندي ممرات هاد دمج مبلول نظيف ومبلول وسخ في بالنص مثل شغله بتفصل عليها هيك معقد عشان عقلنا تشغيل المصر في هيك فراغات عندنا بتلون فراغ هلا اذا كثير لك مراه وحابب الشغل مو سائل عن حدا حتعملها انا ساويت مشروع غرف يلي 7x3 لونته لون احمر الغرف يلي سويت دبل لونته ازرق الغرف يلي سويتين لونته اصفر شو التفقيس ها؟ هل توصل شو بدنا نقول عن الفكرة يعني هذا عم يفتح عم يشتغل وانا اكبر كذاب اكبر محتال واكبر مخادع بتعرفوا هالاسلوب كمان من وين متابعينه؟ تنفيذية بتعرفوا انه انا بحياتي ما رسمت خط تنفيذية بايدي وقت كان الشغل اجباري بايدي بتعرفوا شو مساوي؟ شو صار على وجهك؟ مثل متأني محتال واطبع اوتوكاد بس بطبع كريم افتح درج وضل طول الليل ورقه اي زيرو حط على المكتب طول الليل امشي فوقها خط خط بقلام التحليل مسطرتي 15 سنت ما في زيرو اول ليله 7 ساعات ثاني ليله 5 ساعات ثالث ليلة 4 ساعات رابع ليلة بدون كذب ساعتين زيرو مفروشة فرش كل درس تصليحة كل درس ورقة طبعا دكاترة ما لهم حميد أستاذة ما لهم شباب يعني قد ما كان إذا الدكتور ما شاف من سمك نظاراته بيستاذ شو بس وقت بلاقي ما حدا من المرسم عم يجيب شغل إلا هذا لك عم يشوف سايب شو بدي عم يصلي عم يعملنا جو عم يشتغل شو بدي اقول انا؟ بتعرفوا انه في 2 تولدن ولدن حرام؟ علي والله اشتكوا علي هذا عم يشف بتعرفوا عند دكتور؟ معاذ مستحيل يعمل ليش؟ من اول درس جاي تصل هذا الزلمه مسافر اخي كل درس بيحضر وكل درس جاب اي زيرو وكل درس عم يصلي ان شاء الله يكون عم يسلم يعني. بس عم يشتغل صح ولا لا؟ صحيح شو صار فيني بامتحان التنفيذية؟ امتحان ساعتين، بتعرف متى خلصت؟ وقت ساعة
ضلوا يحكوا ضلوا يحكوا ضلوا يحكوا مدعوم مدعوم عم ياخذ علامات. إيه لك عم مدري مين واسطته عم شاف بعينه بالامتحان كيف هن لسه ما بلشوا لسه ما خلصوا ولا نصف الكرتونه خالصه. تعال ساعدنا عن اذنكم سوري على الحمام مضيت ثلاث ارباع ساعه الحمام طلعت انت بتسلم انا يلا سلم مع السلامه. شاف بعيني عم تاكل التوت لا انا لا غش لا ولا شيء ما توقعت انا صراحه ما توقعت شو عم برسم 15 بس انا شو صار فيني انا حفظت النساء بس لو رسمت خط وخط طبعا مو غلط استعمل التيبل مثلث اكيد من الصفر بدك تحطه على الاقل حدود الرسمه الدرائيه. فهمتوا علي شيء؟ قديش عملت التصليح؟ ماشي؟ قديش الساعه؟ خمسه الا دقيقه. هلا انا حوقف هون بس لسه ما خلصنا الدرس الجاي ان شاء الله حنبلش نحكي بالفكره المعماريه. لكن نحن عم نحضر السماعات يعني عم نعمل مو غلط نبلش بالمصعد هو معظم شغلكم حيكون مصعد بس انا اول شيء بصراحه ما بلش بالمصعد. انا حكيت هلا بس لتعرفوا الادوات وشو بنجيب طريقه الشغل وكيف طبيعه التصليحات. هلا انتم بلشتوا التصميم ولا شو؟ بلشت حطيتوا فكره؟ لا فاهم تحليل الموقع تحليل الموقع هو هذا مع اسمه مسقط عام موقع عام مسقط عام مسقط عام مع الموقع هيدا زون لعب الاطفال زون مدري شو زون ما بعرف شو هيدا وطلع معك البابل دايجرام بضل يقلعوا ساعه كل هذا انت بعد ما تعمل شو بتعمل؟ بتحط مثل هي شغله صغيره هون هون مثلا الشمال مثلا عندي مثلا هون مبنى مدري شو هون عندي الشارع بتسمو الشارع هون ناس بتحكي الان سأل انا تبلش شو بدك حالي الموقع بس يلا هي مصر جاهز مشوني بعده هيك شو نبلش اول شيء؟ الدرس الجاي بالكونسبت الفكره الفكريه اوعى تتقرب من المسارات طب اذا مشروع سيناريو لا بلش بالبولر دايجرام فهم لو هلا معلش بلش بالبولر دايجرام فهم النص منيح بس اصحك تلتزم بشيء نحكي الدرس الجاي كيف ندور على الكتلة الصحيحة، كيف نبلش التفكير بالكتلة، بعدين شو؟ تمام نشوف كيف ندمج هذا الشغل مع الكتلة، كيف نقارب شغل المسقط مع الكتلة، كيف نقسم الكتلة صح، كيف نحول المسقط لكتلة ناجحة، كيف إذا مشروع الكتلة تبعه مكعبات شلون بدي أعمل عضلة؟ أوتوماتيكلي لسه في كثير طرق حتشوف بتعرف عنها إن شاء الله بالدرس الجاي، سؤال بس التصميم ساعة نجيب كتلة إحنا نسويها جاري ناخذ جوار او يقول لك لا انت تكون محاور تاخذ محاور من برا والمسافات والطرقات هلا عم نحكي بس الجاي هدول الشغلات في عده طرق انك انت ما مالك عرفان شيء هلا بدك تعمل كتله من الفراغ ما بتقدر فبدك يكون عندك شيء موجه لخطوطك يعني انت مثلا بجوز وقت عم تعمل كتله مثلا في عندك مثلا على سبيل المثال هاي الارض هاي الارض مثلا في عندي هون شغله مثلا شكلها هيك، في عندي هون مثلا مشروع شكله هيك. مثلا في عندي هون شيء هيك. هون ما عندي شيء، انا شو بعمل؟ باخذ هيك شيء مثلا مع هيك شيء وشو بيطلع عندي هون؟ مثلا كتلة شكلها هيك. فهمتوا علي الفكرة؟ مثلا في عندي مثلا هون شيء هيك مثلا عم هيك. هي بتشوفوها انتوا عادة بعدة مشاريع، حنكون عم نفس الدرس الجاي. فانت عندك مخطوط الموقع شو طلع عندك؟ شكل الفراغ. هاي احد الاساليب اللي سوري ممكن يعني ما بعرف كثير قوي بالتصميم ممكن يستخدم هذا الاسلوب. القوي الحربوق ممكن يستخدمه ويدور عليه ليطلع. ليش؟ هذا احد الاداء. اللي ما بيعرف بيطلع الكتله من هون، بيقول لك طلعت كتله من هون. بس اللي بيعرف بيطلع كتله من هون بيحط اللي بده اياه بالكتله بيقول لك استوحيتها من هون. نرجع حطيتكم موقع اخذت بنت ساوي بعدين ساوي بعدين بتعرفوا ايه تطوير الفكره؟ هون الذكاء مو بالفكر مو بالكتله نفسها هون بدك تقنعهم انت وبتلعب معهم بلعبتهم
شلون بيشتغلوا هنا؟ انت بتستغل الشراكة العناصر اللي هي لحق عنا فيها لمصلحتك، حنحكي عنها بالدرس ان شاء الله. سؤال عندك؟ تمام؟ يعطيكم العافية، بس خلينا نوقف برا مش عمال نجدد.